المتابعة والتحليل ينضم إلي من برلين الدكتور رضوان قاسم، هو مؤسس مركز بروجين للدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك وكل تحياتي. يعني هذه الدلالة، فكرة التراخيص في تصدير الأسلحة بشكل مقبل، كيف يعني ما هي دلالته؟ اولا اسمح لي احييك واحيي مشاهدي قناتكم الكرام والاعزاء. حقيقه اليوم المانيا اصبحت في وضع حرج ومحرجه جدا مما يحصل في غزه ومما يحصل في منطقه الشرق الاوسط بالكامل من قبل حكومه نتنياهو، حيث انه كانت ترسل الاسلحه من قبل المانيا رغم كل التي ارتكبته اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزه، وكان دعم مطلق بالنسبه ل يعني من الحكومه الالمانيه بالنسبه لنتنياهو، الا انه تجاوز كل الخطوط الحمر وكل الشرعه الدوليه والقوانين الدوليه بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وخاصه المدنيين، وهذا مما يحرج المانيا الى حد كبير. ونحن نعرف ان هنالك دعاوى رفعت من قبل بعض الدول على رأسها جنوب أفريقيا مدعومة من قبل دول أخرى، رفعت دعاوى على الحكومة الإسرائيلية وعلى أيضا ألمانيا بأنها هي من تمول أو من تصدر الأسلحة وتدعم بالأسلحة والأموال لحكومة نتنياهو لارتكاب مثل هذه المجازر. إضافة إلى مسألة مهمة حصلت مؤخرا وهي صعود الأحزاب المعارضة لسياسات الحكومة الألمانية والتآلف الحكومي من حزب الخضر والأسبيدي والليبراليين، إلا أن هذه المعارضة نجحت بشكل قوي جدا في الانتخابات مما جعل حكومة السيد شولز في مأزق كبير على الصعيد الداخلي، أكان على صعيد موضوع أوكرانيا أم على صعيد إسرائيل ودعم ألمانيا لإسرائيل. لهذا أصبح اليوم في موقف صعب، يريد أن يرد على أو يجيب الأحزاب المعارضة لسياسته في هذا الدعم، فلم يستطع أن يجد الإجابات المناسبة، وخاصة كما ذكرنا بالنسبة للارتكابات التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين وخاصة الأطفال. وألمانيا تعارض أساسا، يعني تعرف أن المسألة مسألة حقوق الإنسان والشرعة الدولية وغيرها لها تأثير كبير في السياسات الألمانية والالتزام بالقوانين الدولية، مما اضطر أن يتخذ مثل هذا القرار بعد أن تبين أن نتنياهو هو يعطل كل الاتفاقيات أو يعطل حتى الوصول والرغبة في وصول إلى اتفاق، مما جعل هذا القرار يأتي وإن كان مؤخرا متأخرا بعض الشيء، لكن أن يأتي متأخر أفضل من أن لا يأتي أبدا. لكن نتمنى أن هذا القرار يكون أقله عبرة أو يكون له تأثير على حكومة نتنياهو، وأيضا أن يكون قرارا دائما وليس مؤقتا. يعني لا نعرف مدى صلاحية هذا القرار ومدى مدته التي ستتبعه حكومة شولز، إلا إذا كان هنالك متغيرا في الداخل الألماني بعد الانتخابات القادمة، ربما يكون هنالك مواقف مختلفة تماما عما هي عليه اليوم. لو كان هذا سيثني نتنياهو وحكومته عن مواصلة المجازر لأثنه ما دون ذلك، يعني غير ذلك من تفاصيل كثيرة توجه يعني كل ألسنة الاتهامات والمواقف الشعبية على الأقل، لكن الضمائر موضوع آخر. لكن دعني أحدثك عن أرض الواقع دكتور رضوان، هل تعتقد أنه ما حدث في ألمانيا ومن قبل ما حدث في إنجلترا يمكن أن ينتقل إلى دول أخرى، أن يكون يعني جبهة يمكن أن توجه إلى إسرائيل، لن نصدر إليكم أسلحة لأنكم مجرمون أو تستخدمونها في أعمال إجرامية ومخالفة ومنافية للإنسانية؟ يعني بالتأكيد هذا ممكن أن يكون له تأثير لولا أن يكون أو لولا ليس هنالك دعما أمريكيا مطلقا للكيان الإسرائيلي. يعني نحن نعرف أن اليوم حكومة جو بايدن والبيت الأبيض يدعم إسرائيل بكل ما أوتي من قوة على كافة الصعود، أكانت العسكرية أم المادية أم حتى السياسية والمواقف التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا السبب أعتقد أنها ستكون هذه الضغوطات أو هذه يعني الوعود بوقف مد الأسلحة لإسرائيل سيكون تأثيره قليل بعض الشيء أو ضعيف بعض الشيء، طالما أن هنالك ضغوطا أمريكية على هذه الدول
أن تعيد إرسال هذه الأسلحة، أو أقله إذا لم ترسل هذه الدول فستعوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا السبب لا أعتقد أنه سيكون هنالك ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو، إلا من الناحية المعنوية ومن ناحية السمعة لإسرائيل على أنها فعلا خارجة عن القانون الدولي، وأنها يعني أمام محاكم دولية ربما تتعرض للمحاكمة إذا لم يكن اليوم لكن فيما بعد. ونحن نعرف أن الدعاوى الدولية لا تموت مع الوقت أو مع الزمن، وبالتأكيد هذه الدول التي تدعم إسرائيل سيلحقها شيء من المسؤولية القانونية، ومن هنا أعتقد أن ألمانيا لا تريد أن تعرض نفسها إلى مثل هذا الحدث. إضافة إلى مسألة مهمة جدا يجب علينا أن ننتبه إليها، أن الوضع الاقتصادي في الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا لم يعد كما كان سابقا، يعني حتى الدعم الاقتصادي أو الدعم العسكري أو المادي أصبح عبئا على الخزينة الألمانية وعلى الخزينة الدول الأوروبية، فمن هنا أتى هذا التقليص، وصولا إلى أنه تحت حجة أن عدم الالتزام بالقوانين وعدم الالتزام بوصول إلى اتفاق اتخذوا هذا القرار، وقفوا الدعم العسكري. لكن أخشى ما أخشى أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية وتضغط على هذه الدول كما حصل في موضوع أوكرانيا، ثم يعود الضخ في الأسلحة والدعم في الأسلحة والاقتصاد أيضا. هذا مما يشكل نوعا من يعني عدم الثقة كثيرا بهذه مثل هذه القرارات أن تكون مؤثرة على حكومة نتنياهو للأسف الشديد. طيب دكتورة دونالد، قد تبقت لدي دقيقة قبل موجز الأخبار أرجوك أن تجيب فيها. الحاضنة الشعبية دائما أو رأي الشارع هو الذي يحرك الحكومات، هل يمكن هذه المرة أن يصب هذا في الرأي العام، أن يثير رأيا عاما شعبيا دوليا؟ بالتأكيد هذا ما حصل في ألمانيا تحديدا عندما حصل في الانتخابات في المرحلة الأخيرة في ولايتين كبيرتين ومؤسستين أو مهمة يعني مناطق مهمة جدا في ألمانيا، حيث فاز اليمين والحزب المعارض له أثر كثيرا على سياسات الحكومة الألمانية بحيث وضعها في وضع محرج جدا. الرأي الشعبي بالتأكيد الأوروبي لن يكون له تأثير في المظاهرات، يكون له تأثير فقط في عند صناديق الاقتراع وفي الانتخابات، وهذا ما حصل في ألمانيا، وربما نشهد أيضا في دول أوروبية أخرى كما فرنسا اليوم بدأوا يدرسون موضوع إزالة يعني عزل الرئيس الفرنسي، فهنالك بعض الدول تخاف من أن تصل إلى هذه المرحلة وتكون مصيرهم إما العزل إما المحاسبة خاصة في الانتخابات. هذا نعم. مما يجعل الموقف الأوروبي يختلف بعض الشيء عما كان سابقا. دكتور رضوان قاسم، مؤسس مركز مروجن للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لوجودك معنا وكل تحياتي.